سيدي بالعكس، انا بعترف وبقر واعترفت وقريت عن جوده، لانه جاري وحبيبي وصديق عمري، بس هذول ما بعرف شو عاملين، ما بعرف. ماشي الحال، ماشي الحال. انت قريت عن جوده لعالم غربتليه، بدي اعرف بشو هدول الغربتليه احسن مني لحتى ما تقر لي لالي كمان. لا يا سيدي الله يسامحك، شو عم تحكي انت؟ هلا بقر لك وبعترف لك بكل شيء اذا بدك، بكل شيء بعترف لك، بالعكس انا بحبك كثير. هات لنشوف. بخصوص شو بدك تقر لي عن جوده؟ انا؟ لكن انا؟ سيدي بدي اقر لك بخصوص الديك البني. وشو قصة الديك البني؟ هذا الديك البني يا سيدي صاير هو ما بني بني، لا هو صاير حميروني شوي، يعني فاني ريشه حمراء، بس نحن بنقول له البني، يعني راح البني اجى البني، هيك كنت تحكي لنا ست بالحكايه عن الديك البني، بس هو ما بني بني. اسعد خلاصة الموضوع، خلاصة الموضوع. حاضر سيدي فهمت عليك، خلاصة الموضوع يا سيدي انه هذا الديك البني الحميروني الاحمر شوي نحن بس بنقول له بني، كان يلبس شروال وطربوش. لك اسعد لا تشدب عليها، انا شو لي علاقة بالشروال والطربوش؟ لا تخفش عليها. سيدي والله ما هيك، بس حسب الحكاية حكاية ستي أنا. لا شو بدي من حكاية ستك أنا؟ بدي أعرف شو قصة الديك البني تبع جودة. لا سيدي هو ما تبع جودة، هذا الديك البني تبعنا بس. لا الضراب السخن تبع مين مكان يكون؟ بس قلي شو قصة الديك البني. سيدي هذا الديك البني اللي حبيروني حكيت لك عنه هلا شوي، جودة سرقه من عنا. ولك أسعد، ولك أسعد، البن سرق له شي بيشتكي ما بيعترف. سيدي أنا وجودة سرقناه سوا، وأنا وقفت برا مشان إذا مر حدا صفر له، يعني سرقناه أنا وياه. لك هلأ في واحد بيسرق الديك تبعه، لك شو هالقصة ما بتدخل بالعلولة؟ ذكرى بدي يا سيدي، كنت حردان منه وزعلان منه كتير، سرقناه ورحنا أكلناه بالأرض. ها؟ والجنائية إجت بخصوص الديك تبعك ما هي؟ وحياة المحبة يا سيدي، أنا شو فكرت؟ فكرت إنه مرتي الغشيمة بديعة هي اللي بلغت عن السرقة، شو قلت لحالي بالي بيكون أخوه سلنكو هذا الأفوكاتو هو اللي قايل لأنه تبلغ، مشان هيك هو عنده هيك نهفات دائما. مللتني، حاشك احكي بقى، حاشك احكي، لا اعمل شي بقى، حسام. نعم أبو نادر سيدي، خذوه. مين بجيب لك بداله سيدي؟ لا تجيب حدين، لا تجيب حدين، اتفسحوا حناكي من النعس بدي نام. أنا بكرة بتصل فوق وبعرف شو القصة، انقلعوا. هذا سيدي، تعال. لا تفهم ديك ببيك. يا شباب يا شباب، إذا بنستنى شوي لحتى يغمد أبو نادر بنومته يعني شخيره ما أحسن. لك لا تخاف، لا تخاف يا عمي. لك شخيره محب الدنيا بصعبه نومه. لك طيب وحساو. لك كمان شخيره محب الدنيا. يلا جاسي. لك له على الله. لحظه ولا. هلا نحن بدنا نقطع صوت القدوم تبعه. جاهز التاي. هاي جاهز يا مخطر. جاهز.